السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم سعادة، صباحكم كل حاجة حلوة في الدنيا، وخصوصا لو كانت الحاجة الحلوة دي ريحة فراخ مشوية في الفرن ومحشية رز بطريقة معينة، وكمان مطعمين الرز بشوية توابل وحاطين كمان معاه شوية بسلة وجزر. وهي دي غدوتنا النهاردة اللي إن شاء الله هنعملها مع بعض. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. عندي فرخة ما تزوديش وزنها عن 1.5 كيلو علشان هتتشوي في الفرن فما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت لحمتها تبقى دايبه دوب كده. دي اول حاجه معايا. بعد كده عندي بصلتين مبشورين بالمبشره، بشراهم ناعم جدا، كمان طماطمتين برضو مبشورين ناعم، معلقه صلصه، زيت زبادي، عصير ليمون، توم باودر، ملح، فلفل اسود، زعتر، بابريكا، وشويه ميه علشان اخلي الخلطه سايله. ونقول كمان يا استاذ احمد صباح الخير. يلا بينا نقول المقادير تاني. بصلتين مبشورين ناعم، طماطمتين مبشورين ناعم، زيت زبادي، معلقه صلصه، عصير ليمون، توم باودر، ملح وفلفل، زعتر، بابريكا، وشويه ميه نخف بيهم الخلطه. دي كده التتبيله الاساسيه بتاعه الفرخه اللي هتبل بيها بره وجوه وطعم بيها الفرخه كويس قوي. بعد كده مقادير الرز اللي هو الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه. عندي رز بسمتي، وده النهارده هنحشيها برز بسمتي. بصلاية مفرومة، عندي كمان فلفل ألوان، بسلة وجزر، شوية زيت، معلقة زبدة، السبع بهارات، ملح وفلفل وشوية قرفة وحبهان، وكمان عندنا حبهان مطحون، وعندنا شوية مية. دي كده المقادير بتاعة الرز نفسه. نقولها كمان مرة، مقادير الرز: رز بسمتي، بصلاية مفرومة ملهاش دعوة بالمبشور بتاع التتبيلة، فلفل الوان، بسله وجزر، ده كده الخضار اللي انا هحطه مع الرز. تقدري تشيلي وتحطي في الخضار زي ما انت عايزه. بعد كده زيت ومعلقه زبده والسبع بهارات او اي بهارات مشكله عندك، ملح وفلفل، ملح وقرفه، حبهان مطحون، وميه سخنه اللي هسقي بيها الرز. دي كده المقادير بتاعه اكلتنا النهارده ان شاء الله. ايه رايك يا استاذ احمد قبل ما نبتدي ما تيجي نشوف كده جمال الفراخ بتاعتنا اللي اتشوت من شويه لسه خارجه من الفرن حالا، ولون الرز بتاعها مع الخضار اللي محطوط فيه. وتقدري تشيلي وتحطي في الخضار زي ما انت عايزه. يعني انا اخترت لكم خضار الموسم، بسله وجزر طبعا ده عزها اليومين دول، وضايفه عليها كمان شويه فلفل الوان، ناخد كده شويه فيتامين سي كمان. شايفين شكلها ولون الرز جواها عامل ازاي؟ عسل ملهاش حل. وشوفوا اللون الجميل واخداه من التتبيله بتاعتنا النهارده. ولو سمحتي بلاش الفراخ تزيد عن 1.5 كيلو، 1.5 كيلو محترمة جدا. يعني أول حاجة هعملها علشان أنجز في الوقت هشتغل في الرز. بسم الله. الرز هنحط في الأول شوية زيت بالشكل ده. يا أم عبدو صباح الخير، صباح الهنا، صباح النور. إزيك يا أم عبدو عاملة إيه؟ الحمد لله يا رب دايما بخير يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه حضرتك؟ بخير والله، فضل ونعم. ربنا يبارك لك يا رب ويتسلم ايديكي على كل حاجه. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. تعيشي يا حبيبه قلبي. تعيشي يا حبيبتي، نورتيني. ربنا يخليك. بتسالي على حاجه حضرتك؟ تحت امرك. ما يمرش عليك ظالم يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي. خلطه الرز بتاعت المحشي اللي تفيد مني اعمل يعني دي تنفع اعمل بيها ايه؟ عايزه تسويها ولا عايزه تشيليها؟ يعني تنفع تتشال؟ تنفع تتشال، بس بعد كده لما اجي اطلعها اعملها هزود عليها شويه زيت شويه، ماشي، واقلبها كلها في بعضها، وبعد كده لما تسويها اكبسيها جوه المحشي، يعني ما تخليهوش مهوي زي ما احنا متعودين. لو سبتيها مهويه جوه المحشي هتعجن. فهمت ازاي؟ فنقطتين، زودي عليها زيت واكبسيها جوه المحشي عشان ما تديهاش فرصه انها تعجن. ودايما انا بفضل لما نشيل الخلطه بفضل ان احنا نشيلها من غير الرز، تكون افضل ويكون احسن من غير الرز، لان الرز برضو بيبقى بايش شويه لما بيتشال. نورتيني يا ام عبده. بصوا بقى يا جماعه عملنا ايه. ادي بصلايه مفرومه، انا دلوقتي بعمل الرز، بعمل الحشوه نفسها مش اكتر من كده. ادي بصلايه واحط عليها التوابل كلها بتاعتي، بهارات مشكله او زي ما قلت لكم السبع بهارات، وزودي بقى التوابل والبهارات في الرز هتدي طعم حكايه. قرفه الله اكبر عليها، شويه حبهان مطحون بهذا الشكل، وطبعا الملح.
بس يا ستي قلبي. شوفي البصله بقى هيبقى لونها ايه بالتوابل الجميله دي اللي هي هتبقى اصل لون الرز الجميل بتاعنا، اللون البيج الحلو ده كده كله في بعضه. وبعدين هنروح على طول نازلين بالرز البسمتي المنقوع حوالي ربع ساعه، صفيه من ميه النقع كده وانزلي بيه. الله الريحه طالعه حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله عليه. شايفين ازاي؟ طالما الرز البسمتي اتنقع ربع ساعه يبقى مش هياخد مقدار الرز اللي هو كل كوبايه رز كوبايتين ميه، لا طبعا يعجن منك. طالما الرز نقعته، الرز انا بتكلم على البسمتي، طالما اتنقع ربع ساعه هتبقى كل كوبايه رز قصادها كوبايه ونص ميه بس، مش اكتر من كده. وانا هنا هديله العقد المظبوط لاني هسيبه بعد كده هاخد منه الشويه اللي انا عايزاهم للفرخه، والباقي هسيبه يستوي عشان اقدمه كفرشه تحت الفراخ بتاعتنا. قلبي كده شوفوا اللون. طبعا كده الرز خلاص خد التوابل كلها وخد الملح كمان، مش محتاجه ازود له اي حاجه. بصي كل ما بتقلبي وتشوحيه مع التوابل كل ما لونه بيغمق معانا، يطلع لك لون بيش كده جميل جميل عامل زي رز الخلطه بالظبط. الله شويه عشان جلد الفراخ ولحمه الفراخ تشربها بمنتهى السهوله اهو كده. استاذه اكرام اهلا وسهلا. يا صباح الفل وصباح يا صباح الهنا صباح العسل على احلى حد بيدي طاقه ايجابيه على الصبح يا اكرام. يا صباح الفل ايه الحلويات؟ طب وفي احلى من كده كلام؟ ربنا يخليكي والله دايما بتنوريني والله بجد حبيبتي. يا حبيبتي تسلم ايديكي تسلم ايديكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شفتي الفراخ؟ مليون مبروك لمنا. الله يبارك فيكي يبارك لي في عمرك يا حبيبتي. الله يعزك عقبال ما تفرحي باولادك يا رب. في حياتك يا حبيبتي تسلمي لي يا اكرام صباحك زي العسل. الله يسلمك من عينيا يا حبيبتي من عينيا. بصوا بقى كده بروح حاطه الفرخه كلها كده في التتبيله ماشي، وبعدين اتبلها في كل حته بره وجوه وعند الصدر، ادي التتبيله كده في كل حته. ويا ريت يا ريت تسيبي الفراخ في التتبيله مثلا شويه كده، هتاخد وتدي بقى معاها وتديكي تطعيمه حلوه قوي قوي للحم الفراخ. شايفين ازاي بقلبها ازاي؟ اهي هكذا عسل. نسيبها بقى شويه كده اهي. شايفين ازاي؟ استاذه كريمه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. وطي التلفزيون شويه عشان اقدر اسمعك كويس. انا معاكي اهو. ايه اخبارك؟ اتفضلي. الحمد لله يا حبيبتي والله فضل ونعمه تسلمي لي. انت منور الشاشه والله. ربنا يخليكي ده نورك ونوركم جميعا والله. صباحك سعاده وصباحك هنا. الله يخليكي كيف حالك؟ تعيش. بقول حضرتك عايز اسالك على مربة الجزر. على ايه؟ مربة الجزر. مربة الجزر؟ ايوه. ماشي سهله جدا يا حبيب قلبي عينيا. اقول لك عليها دلوقتي. وانت منوره الشاشه والله وبنتابع كل يوم. ربنا يخليك يا حبيبتي وشرف ليا متابعتكم. اقفلي يا حبيبه قلبي وهقول لك عليها حالا حالا. بصي يا حبيبتي الجزر هنبشره، والجزر اليومين دول معسل، يعني اللي هو خضار الشتاء اليومين دول يا جماعه شهر 12 وشهر 1 مسكر، ما بيحتاجش حتى لو هعمل مربى ما بيحتاجش سكر كتير، يعني احنا في العادي دايما بنقول في المربى اي كيلو فاكهه قصاده كيلو سكر، ده في العادي. لا احنا النهارده مع الجزر المعسل اللي موجود في السوق هيبقى كل كيلو جزر قصاده نص كيلو سكر بالظبط. طيب هنعمل ايه بقى؟ هبشر الجزر، كيلو الجزر، وهحط عليه نص كيلو سكر وغطيه وشيليه في التلاجة ساعة ساعتين، هتبص تلاقي نزل ميته ونزل تسكيرة حلوة والجزر دبل معاكي. بعد كده هروح واخداه زي ما هو بالمية اللي نزلت منه وارفعه على النار، في الأول نار عالية يغلي معايا ويطلع لي ريم على الوش. شيل الريم ووطي النار وسيبيه يغلي لغاية ما يقعد معاكي، وهندي عصرة ليمونة بس مش أكتر من كده. كده يطلع لك احلى مربى جزر واسهل كمان مربى جزر. انا حاسه ان انا مبهدله الدنيا في ذروطه كده صح؟ خلاص 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 انا قلت من نفسي خلاص يعني. انت ما بتصدق. انت ما صدقت يا ام رمزي اهلا وسهلا.
يا هالة. حبيبه قلبي صباح الهنا. وحشان يا هالة. والله وانت يا حبيبتي كتير يا هالة. كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل حبايبك طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي ويعود عليك الايام بخير ومبروك لحبيبتك يا رب كده. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي ويفرحك بيهم كده يا رب يا خالة ويخليكي لينا يا هالة. يا حبيبه قلبي احلى دعوه والله. تسلميني يخليكي لينا وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها يا حبيبه قلبي. ما تحرمش منك يا ام رمزي ابدا. الف شكر يا حبيبتي. الف شكر. اشكرك نورتيني. بصوا قلبوا بقى كده الخضار اللي كنا حاطينه على الوش. شوفوا الرز عامل ازاي مفلفل وجميل ازاي. الله اكبر عليه. ايه الجمال ده. بصوا اهو هنا بقى هروح واخده الفلفل الني اللي انا سبته للاخر. حلو الكلام. وتقليبه بقى كده عشان ده جوه الفرخه في الفرن هيدي ريحه حلوه قوي 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 قوي. بصوا اهو. شوف بقى يا استاذ احمد وري حبايبنا شكل الرز بالخضار عامل ازاي. شوفوا لون البيج الحلو بتاع الرز من التوابل اللي خدها والتشويحه الاولانيه مع الخضار. شوفوا عامل ازاي. ولو واقفين جنبي هتشموا الريحه اللي طالعه مع التوابل مع الخضار. تحفه عالميه. لا لا الريحه دي هتغطي انا دي هتغطي. ماشي كده. نعمل ايه بقى. هناخد شويه. يلا بينا. هناخد شويه في طبق اهو. استنوني كده عشان عارفه استاذ احمد عايز يعمل ايه. بصوا هناخد كده شويه في طبق. المفروض الشويه اللي هاخدهم دول للفرخه هسيبهم يبردوا. يعني يا ريت يا ريت ما تحطيش الرز سخن جوه الفراخ. بس انا طبعا ايه ما عنديش وقت. والباقي شوفوا الباقي عامل ازاي تبارك الله عليه. والباقي ده هغطيه واسيبه على نار هاديه خالص خالص يكمل سواه عشان اعمله فرشه محترمه تحت الفرخه. حلو كده. بس يا ستي يعني الحله دي هنرجعها تاني في انغطاه وانا عارفه ونحط على نار هاديه خالص ونحشي الفرخه بتاعتنا اهي. اهدى عين عندك. اهدى درجه حراره. يعني انا عاملاها يا دوبك على واحد. بعد كده هحضر جنبي الصاجه اللي هتدخل الفرن اللي الفرخه هتدخل عليها الفرن. فيها ايه بقى. شرايح بصل كده وفيها فصوص حبهان بالشكل ده وكوبايه ميه مش اكتر من كده. كمان الحبهان والبصل اللي هم هيبقوا تحت الفرخه هيدوا ريحه حلوه قوي. وغير كده الميه اللي هتبقى موجوده دي عمرها ما تخلي الفرخه تنشف منك. بس يا ستي نحشي بقى ونبقى خلصنا. تعالوا بقى كده. بسم الله. ادي الرز الجميل تحفه تحفه ريحته وطعمه حكايه. هنمسك الفرخه كده وناخد الرز. بسم الله. وقفي كده الفرخه بالشكل ده عشان تعرفي تتحكمي فيها. وعلى فكره الرز هنا شبه مستوي. يعني تقدري تحطي كميه زي ما انت عايزه. مش زي الحشو العادي لما بقول لكم ما تحطوش كتير عشان الرز لسه هينفش ويستوي. لا احنا هنا يعتبر شبه مستوي. بصي بحط للاخر خالص اهو ما شاء الله عليها بهذا الشكل. شايفين ازاي. بصوا المنظر. مش هيزيد. حاضر مش هيزيد اكتر من كده اهو. وبعدين امسكي كده طلعي بس الجلد كده لبره خليه هو ايه يقفل كده على الفراخ بالشكل ده. وتعالي ناحيه الرقبه برده نفس الحكايه اهو. حطي برده كده الناحيه دي. يا حلاوه اكلتنا النهارده. شوفوا الفرخه هتبقى عامله ازاي. دي بقى اللي بيقولك عليها ايه الفرخه طارت من حلاوتها من حلاوتها وجمالها. سمعت يا استاذ فؤاد الكلمه دي قبل كده؟ طبعا طبعا انا يا بنتي اهو كده شوفوا. وبعدين في حركه بقى مهمه جدا هنا. شايفين الجلد فين والرقبه. خدي كده الجلد لجوه كده اهي. شفتي يا استاذ احمد ازاي. الله ينور الله ينور يا باشا. حلو الكلام. وهي بقى مقفوله كده هروح واخداها على شرايح البصل والحبهان والميه اللي تحت. بس يا ستي شوفوا شكل الفرخه. الفرخه دي يا جماعه كيلو ونص فمش هتتغطى. هي يا دوبك على ما هتاخد لون الشوي من بره بتكون استوت. بتكون استوت زبده زي اللي انا عملتهم لكم قبل الحلقه على طول. مفيش فراخ فيهم اتغطت. يا دوبك على ما بتاخد لون الشوي بتكون
هي كمان لحمتها استوت وزي الفل. ليه بقى؟ عشان مش كبيرة، عشان الفرخة، هنرجع تاني للكلمة اللي قلناها، الفرخة مش كبيرة. شوفوا بقى الجمال والحلاوة، يلا بينا شوفوا لون الرز. بص لون الرز يا أستاذ أحمد عامل ازاي، والفراخ من جوه بصوا مستوية خالص وعاملة ازاي، ولون الشوي الجميل مقرمشة من بره، شايفين الجلد مقرمش وبصوا من جوه مستوية خالص، وشوفوا الرز ما شاء الله عليه. أكلة النهاردة سهلة وسريعة جدا، عملناها من الألف للياء مع بعض وإحنا واقفين. تقدري دلوقتي على طول تقومي بعد الحلقة إن شاء الله تعمليها، وما تنسيش تصوري وتبعتي لي على الصفحة. بتدخل الفرن على أعلى درجة حرارة فوق وتحت، خير وبركة. فرنك تحت بس، خليها من تحت بس لغاية ما تبتدي تاخد لون الشوي، وبعد كده بقي شغالي عليها من فوق، بتستوي وبتبقى زي الفل. زبدة يا إخواتي زبدة. دلوقتي بقى وجبتنا خلصت وفقرتنا خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات إن شاء الله تفيدكم وتعجبكم جدا جدا. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا بقى دلوقتي لفقرة تهم كل ست، وما بقتش كل ست بس، الرجالة كمان بقوا نفس الحكاية، بيهتموا فعلا هم كمان بمظهرهم. وصلنا للفقرة اللي هنتكلم فيها ان كل واحدة في الدنيا، كل بنت، كل ست يهمها ان شعرها يبقى شعر صحي، مظهره حلو، ما فيهوش مشاكل، ما فيش تساقط، ما فيش هيشان، مش معقدها في حياتها، مش مغلبها في حياتها، وكمان بشرة نظيفة، بشرة صافية، بشرة كده تبص في المراية تحس ان بشرتها كده عاملة زي بشرة الأطفال. كل المشاكل النهاردة اللي بتواجهنا سواء للشعر أو للبشرة هنتكلم فيها ونلاقي لها حلول إن شاء الله مع ضيفتنا الكريمة اللي منوراني النهاردة، نجلاء سرحان، دبلومة التغذية العلاجية أكاديمية السادات، دبلومة التجميل والليزر، ومدير شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا شيخة. عاملة إيه يا أم؟ الحمد لله يا حبيبتي. أولا كل سنة وأنت طيبة. قلنا مع بعض. أه شفتي؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة يا حبيبتي. كل سنة بألف خير، وكل شعب مصر كله بخير، والعالم العربي كله بخير يا رب. كل سنة وكلنا طيبين يا رب. يا رب. اللهم آمين يا رب. بصي بقى، احنا كنا لسه بنتكلم قبل الفقره ان احنا ايه، بما اننا انت معانا النهارده اول حلقه في السنه الجديده، فعايزين بقى ايه عرض حلو كده نبتدي بالسنه. خشي برجلك اليمين. ايوه كده على طول. لسه ما لحقناش نعمل حاجه. لا قولي لنا العرض الاول. طيب العرض ان في خصم 50% على مجموعه البروتين و50% على مجموعه، في خصومات على مجموعات البشره، زائد ان اللي هياخد اول 50 متصل مجموعه الفرد الشعر اللي هي بروتين اورجانيكا هياخد جلسه تنظيف عميق للبشره بالهيدروفيشيال H2O2. الجلسه دي مجانا. مجانا يعني. اللي هياخد مجموعه البروتين لاول 50 البروتين متصل، لاول 50 متصل هياخد البشره مجانا. طب يا جماعه اول 50 تنظيف عميق هيدروفيشيال عشان ننفس بشرتنا شويه بقى، ندي نفس كده للبشره وننضفها كويس قوي. عايزه اقول لك ان واحنا بنتكلم هقول لك عن حالات كتير جت بشرتها بتبقى عامله ازاي بجد. طيب يبقى عرضنا النهارده بمناسبه السنه الجديده، اولا 50% خصم، يعني كل مجموعه هتبقى بنص ثمنها، سواء مجموعه البروتين، مجموعه التساقط، ومجموعه البشره. بشرة كل مجموعه عليها 50% خصم. دي اول حاجه. بالظبط. ثاني حاجه، اول 50 متصل المجموعه اللي هي مجموعه الفرد هياخد جلسه التنظيف مجانا. تنظيف عميق هيدروفيشال H2O2 للبشره. دي جلسه مجانا لاول 50 متصل. بجهاز الهيدروفيشال سكرابر بقى، ويعني حاجات الله عليك كده. الله عليك. بلاك هيدز وايت هيدز حاجات كبيره. حاجات عميقه. جربتي. طيب اول بقى سؤال معانا النهارده اللي يعني سبب مشاكل بنات كتير وسيدات كتير وبقوا الرجاله كمان، التساقط.
ومشكلة التساقط. طبعا أنا لما أقوم الصبح وأبص ألاقي المخدة ورايا مليانة شعر وقع، ما تيجي مثلا تاخدي شاور وتبص تلاقي الشعر بيقع، تيجي تسرحي شعرك تلاقي الفرشة مل، حاجة مزعجة ومتعبة نفسيا جدا دلوقتي يعني. صح. فقولي لي نتكلم إزاي أو نحل إزاي مشكلة التساقط. بصي يا شيفال، أنت قلتي في الأول إن هي مشكلة اتنين، الستات والرجالة دلوقتي. وعايزة أقول لك إن في أطفال كمان. في أطفال شعرهم من قلة التغذية، ده سوء تغذية بقى. سوء تغذية. ممكن يكون عندهم أنيميا، ممكن يكون عندهم لخبطة برضه، ما بياكلوش كويس طول النهار، الحلويات والحاجات اللي هي الفاست فود والحاجات دي كلها بتأثر برضه على الشعر. طبعا عايزة أقولك إن أسباب الشعر كتير قوي، أسباب تساقط الشعر، إذا كان للرجالة أو الستات. إذا كان تقدم السن، طيب انا ما بيجيليش حد تقدم سن مثلا، بيجيلي ناس صغيره في السن، يبقى نقص تغذيه. دلوقتي بنقول اطفال كمان عاملين دايت، عاملين دايت قاسي قوي، فما بياخدوش كل الفيتامينز اللي محتاجينهم اللي محتاجينه طول اليوم. لا، عندي غسيل الشعر المتكرر، الدايت القاسي طبعا يدمر البشره والشعر، ممكن يسبب تساقط شعر. وعايزه اقول لك عمليات كمان الجراحيه بتادي برضو، لان ما بياخدش الفيتامينز بتاعه اللي هو محتاجه، فبيؤدي ان البشره نفسها بتبقى هلكانه جدا وضعيفه جدا، الجلد بيبقى رقيق قوي، وتساقط الشعر برضو. ماشي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان الحمل والرضاعه. فترات الحمل والرضاعه بتاثر فعلا على تساقط الشعر. بالظبط. عندي كمان زي ما قلت لك نقص الهيموجلوبين او مخزون الحديد بيبقى قليل، او فيتامين د بيبقى قليل. كل ده بيؤدي لغسيل الشعر المتكرر. التهابات بقى في فصل الشتاء، ناس كتير بتسالنا على التهابات اللي بتجيلهم نتيجه القشره، يعني بيجي لي قشره في فروه الراس. بالظبط. بتزيد طبعا عشان انخفاض درجات الحراره، فده بيؤدي الى ظهور القشره، اذا كانت في البشره او في الشعر، مش في الشعر بس، تلاقي ناس بشرتها مقشره كتير قوي. طب احنا في البشره كده بقى اللي اعرفه ان كده البشره بتنشف، البشره بتجف جامد. فدي عايزه ترطيب طول الوقت. الشعر نفس القصه، ما هي فروه الراس، ما هو مش الشعر، فروه الراس. كله من فروه الراس، ده جلد كله. شوف حالك. فالجلد كله هو ده بيحصل له جفاف، فبيقدر بيبدا يحصل القشره اللي بتكون موجوده دي، وتبدا تاثر على الشعرايه نفسها. ما انا طول ما انا ما بديش غذاء بقى، او الشعرايه نفسها ممنوع عنها الغذاء، الشعرايه نفسها الساق هينشف. صح. فهتبدا تتاثر زي الزرع بالظبط. انت ما بتغذي، ما بتسقيهوش، ما بتعتنيش بيه، فاللي بيحصل انه بيصفر وبيدبل. بالظبط. بالظبط. هو المفروض ان الشعر نفس بالظبط الزرع، عشان في ناس تيجي تقول لي يعني انا هاخد المنتج دلوقتي شعري هيطول على طول. لا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده. دوره حياه الشعرايه 3 شهور. ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا 3 شهور. تمام. فطبعا ما ينفعش ان انا اديكي بذره واقول لك ازرعيها لي دلوقتي يا شيفالي، خليها لي تنبت دلوقتي، خليها تطلع ثمره دلوقتي، معلش انا عايز اشوفها بكره ازاي. فلازم ارعاها، ولازم اسقيها، ولازم اديها السمات بتاعها بالظبط. فروه الراس ده اللي بتعمله المجموعه بقى. بالظبط. ده اللي بتعمله مجموعه الشعر، اللي هي عباره عن الشامبو. انا اسفه معلش. انت تعبانه. الشامبو لا بتغني يا دكتور ولا ايه؟ الشامبو واللوشن ومجموعه الزيت. عايزه اقول لك ان اللوشن، بص يا شيف هاله، اللوشن فري ما فيهوش مينوكسيدين. انا بنبه جامد من المواد الكيميكال، لان جالنا برضو حالات كتير المركز تقول لك انا استخدمت تركيز كذا او تركيز كذا، بس بصراحه طلع لي شعري في وشي، وطلع لي شعر، وطلع لي كل حاجه. طبعا مينوكسيدين ماده كيميكال. طلع لي كل ده، وفجاه القديم والجديد وقع لما بطلته. هو ده اللي بيحصل. ده السايد افكت بتاعه. طيب استخدم حاجات كلها طبيعيه. بمعنى ايه؟ ان انا استخدم مواد كلها طبيعيه. طب ايه اللي بقى اللي حطيناه يا شيف هاله في اللوشن؟ حطينا خلاصه الكافيين، خلاصه القهوه الخضراء. الكافيين مسرع لنمو الشعر، بيحسن الدوره الدمويه، بياخد الاكسجين والميه يوديهم للبصيله، عشان كده بتتغذى البصيله نفسها، فتدي الغذاء للساق. تمام. طيب عندي جينسنج برضو محفز ومنشط للدوره الدمويه في فروه الراس. عندنا فيتامينز عشان يغذي فروه الراس. انا محتاجه اغذي فروه الراس. طيب فيتامين اي وايه؟ عندنا زيوت طبيعيه كلها عناصر مغذيه جدا بالنقي. يعني انت ممكن تختاري مجموعه زيوت، في زيت ينشف لك شعرك وفي زيت يطري شعرك. لا، احنا اخترنا كل المواد دي اللي هي زيوت، زيت بذره الكتان، زيت الجوجوبا، زيت الارجان، زيت جوز الهند. كل دي المكونات اللي في مجموعه التساقط. دي عايزه اقول لك في اللوشن بس. تعالي بقى للشامبو، في نفس مكونات اللوشن على فكره، عشان يكملوا، عشان احافظ وانا بغسل شعري. وما فيهوش صلفيت، وده مهم. ما اشتريش يا جماعه الشامبوهات الكوميرشال او اللي هي التجاريه عموما، اللي هي بتبقى موجوده يفرح يقول لك ايه الرغوه قد كده. انا شعري بينضف بيزيق تحت ايدي. انت بتدمري شعرك. غلط. بتدمري شعرك، بتقطميه وتقصفيه. لانك لما بتنشفي الشعر بتطلعي المحتوى المائي اللي موجود داخل الشعرات، فبالتالي الشعرات بتتكسر، تقول لك انا شعري بيتكسر بيتقطم. طيب مجموعه الزيوت بقى اللي فيها، يعني فيها ثلاثه،
ثلاث منتجات في منتج التساقط اللي هو الشامبو اللوشن الانبات المجموعه الايه الزيوت الطبيعيه برضو نفس مجموعه الزيوت الطبيعيه زيت بذره الكتان اوميجا 3 اوميجا 6 زيت الجوجوبا الالوفيرا على الانبات برضو زي بقيه المنتجات وليها التكنيك المعين اللي بيبقى فيه الفريق هناك هو اللي بيوضح التكنيك ازاي وطريقه الاستخدام ازاي. طب سؤال مهم عشان احنا فير بصراحه يعني احنا السيدات المجموعه دي هتنفعنا جدا طبعا والرجال كنت لسه والرجال والرجال عشان بس يقولوا علينا فير علشان ما يقولوش ان احنا متحيزين يعني لا لا والرجاله كمان وعايزه اقول لك ان احنا بيجي لنا رجاله كتير حالات كتير جدا. طيب انا عندي الصلع الوراثي مثلا عند الرجاله بصي الصلع الوراثي يا شيف هاله اللي بيبقى بلاطه ده اللي هو في وش بصيلات ده زرع شفاله. شوفي انت بتقولي احنا امناء مع الناس احنا امناء مع الناس مفيش بصيلات مفيش. طب انا عندي الوبيشيا او اللي هي طب نشوف كده واحنا بنتكلم فيديو بيوضح بصي ده كان عنده فراغات بس البصيلات موجوده شفاله يا بصي الفراغات عامله يعني ازاي يعني اساسي ان لازم البصيلات بالزبط. تكون موجوده بالظبط. ده بقى عمل خلايا جذعيه عندنا في المركز في خلايا جذعيه لفروه الراس بنبدا ننشط بيها بنحط فيها جروس فاكتور فيها احماض امينيه فيها فيتامينز مينرالز كلها بتشتغل على تنشيط البصيلات وبندي كمان مجموعه التساقط معاها علشان خاطر تبدا تحفز وتنام وتخلي الشعر ينبت عندي تاني يا شفاه. يعني احنا عايزين بس نفهم حبايبنا ان ده مش زرع يا جماعه. عايزه اقول لك كمان ان في عرض ان اللي هياخد الثلاث مجموعات اللي هم عليك ثلاث شهور مجموعات التساقط هياخد جلسه بي ار بي هديه. والله جلسه ده عرض اهو جديد نضيفه للعروض بتاعتنا النهارده. يعني يا جماعه اللي هياخد مجموعه التساقط ليه جلسه خلايا جذعيه مجانا. بصي بقى بيفور اند افتر بعد قد ايه يا شيف هاله؟ يعني بعد شهرين النتيجه دي. بصي بس هو عشان حفز الخلايا زي ما احنا بنعملها كده وبعد كده بدانا البيفور اند افتر دي. يعني دي يا جماعه اللي انتم شايفينه دي جلسه خلايا جذعيه. ده حد ما كانش مصدق النتيجه دي بصي بقى شيف هاله الامهات اللي بتشد شعور ولادها الورق ما شدش الشعر بنتي الورق وجالنا حالات كثيره كده بس هم الله يكون في عونهم بيبقى من شكل الشعر بيعمل فراغات يا شيف هاله. بصي الفراغ ده بصي بقى لون الشعر اختلف ازاي ولون الشعر ليه بقى فاتح. عشان في غذاء حصل للشعرايه خلي بالك لما بغذي الشعرايه لونها بيغمق. وبصي هنا كمان بالظبط نفس القصه بصي الفراغات هنا وهنا الفراغ بيقل لون الشعرايه بيتغير وبيتحسن سمك الشعرايه نفسها كمان يعني كاني برجع لها حيويه الشعر بالظبط. اشوف هي فقدت ايه بقى بصي الفراغات اللي قدام بصي الستات من نعمه ربنا علينا ان احنا شعرنا بيخف كده ما بنقرعش زي الرجاله بيرجع لورا بيحصل صلع لكن بصي الشعر بيخف كده. طيب انا ابدا اشتغل على دي بتشتغلي عليها بخلايا جذعيه مجموعه التساقط او طب في ناس تانية ممكن يجيب معاها مجموعة التساقط على طول من غير ما تحتاج الخلايا الجذعيه. طب سؤال مهم بقى جدا اكيد اي حد دلوقتي قاعد بيتفرج علينا لازم يجي في باله زي ما جه في بالي دلوقتي. طب انا دلوقتي طول ما انا ماشيه على مجموعه التساقط الدنيا امان والشعر نبت وبقى زي الفل ورجعت له حيويته طب لما المجموعه تخلص او الكورس بتاعي يخلص ايه اللي هيحصل للشعر؟ هيرجع تاني ولا ايه؟ طيب هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها. هيتساقط تاني ولا ايه؟ ده كله مواد طبيعيه. صح كده؟ خلينا متفقين. مواد طبيعيه ما بتضرش الحمد لله رب العالمين وبتدي نتائج هايله جدا. طيب ايه بقى الرد بتاع سؤالك ده؟ الحاجات اللي فيها مينوكسيديل بتوقع الشعر. الحاجات اللي فيها مواد طبيعيه بتوقع الشعر، بس ده معناه ان انا امنع كل الغذاء مره واحده عن شعري؟ هو ينفع يبقى عندك زرعه شكلها حلو قوي زي ما مثلتي في الاول وتقومي سايبه تقولي الله بقى شكلها حلو انا هسيبها بقى ولا زرع ولا ميه ولا اسماد ولا اي حاجه خالص؟ لا طبعا هترجع تدبل تاني هتدبل وتقع تاني. طيب ايه بقى اللي يحافظ لي؟ مش هستخدم اللوشن خلاص انا خلاص نبت شعري والدنيا حلوه تمام. هستخدم شامبو الطبي ومجموعه الزيوت الطبيعيه دول بس اللي افضل ماشي طيب عليهم. انا شعري هاي شويه او ناشف شويه استخدم هير ماسك او سيرم يعني حسب بقى ما بنعملها بس ما تلاقيش خالص المجموعه كلها مواد طبيعيه بصراحه من وزاره الصحه دي اهم حاجه الأيزو. طيب نبتدي بقى دلوقتي نتكلم على البروتين اللي هو دلوقتي عارفه بقى طفره او بقى يعني كل دلوقتي بيتكلم عليه والبروتين بتاعنا النهارده لما نقول عليه اورجانيك او طبيعي هل ده اللي بيفرقه عن اي بروتين بيتعمل بره او موجود بره او ما يقال عليه فيلر او حاجه كده؟ بصي مفيش حاجه اسمها فيلر ولا بوتوكس بدليل انا عايزه منك الرد ده والله الدليل ايه؟ عارفه اللي بيشوفوا اصلا فيلر بوتوكس بيلاقوا ماده بيضاء برضو ماده لونها ابيض او لونها بيج كده طب ما فين الفيلر؟ الفيلر اللي بيتحقن في الوش او بوتوكس او
شفاف، ده شفاف شفاف. اه شفاف. ايه الابيض بقى اللي بيتحط لي ده؟ طب ما هو ده بروتين. بصي احنا في ناس هربت من حته بروتين راحت لحته فيلر وبوتوكس، بس هو فيه فورمالين. كارثه. عشان بس مجرد ان انا اطلع حاجه ابيعها فرقعه جديده. فمفيش حاجه اسمها فيلر ولا حاجه اسمها بوتوكس، هو بروتين اللي موجود. ايه اللي بيفرد الشعر شفاله؟ البروتين والكيراتين. طيب ايه اللي بيزود سمك الشعريه؟ كولاجين. ماشي. واحماض امينيه بتبقى موجوده بتغذي الشعرايه. طيب انا دلوقتي الناس فاكره ان الفورمالين يا شوف هاله هو اللي بيفرد الشعر. لا، الفورمالين ماده حفظ. كانوا بيحنطوا بيها زمان. ايوه طبعا. طيب دي ماده وماده خطر جدا جدا. ماده كارسينوجينيك، يعني بتجيب كانسر. يا خبر ابيض. طبعا طبعا للي بيعملها واللي بيتعمل له الماده. فطبعا الدخان اللي بيبقى طالع كتير اللي ريحته وحشه. طيب هو لا، في دخان كتير وريحته كويسه مفيهوش فورمالين. ليه؟ الطبيعي ان انت وانت بتسخني اي حاجه، زيت، حته زبده صغيره طبيعيه، وسبتيها على النار شويه، ايه اللي هيحصل؟ هتتحرق هتدخن كمان. هتعمل دخان بالزبط. بس الفرق ما بين ان الريحه تبقى كريهه والريحه مش كريهه. هو الريحه كريهه يعني في فورمالين. طيب ده ايه اللي بيميز بقى بروتين اورجانيك عن البروتينات اللي موجوده بره؟ البروتين اللي موجود بره هو حاجه من الاثنين او من الثلاثه، يا بروتين يا كيراتين. انت اسمعي، يا بروتين يا كيراتين، ما سمعتش الاثنين مع بعض. لا، احنا حاطين بروتين وحاطين كيراتين وحاطين كولاجين وحاطين احماض امينيه وفيتامين وزبده شيا وزيوت طبيعيه، كل دول بيغذوا الشعر وبيفردوا الشعر. طيب هو ازاي بيفرد من غير فورم؟ احنا قلنا الفورمالين ما بيفردش الشعر، الفورمالين ماده حفظ، بيحفظ لك البروتين مده اطول. بس بيخلي الشعرايه مشدوده قوي يا شيف هاله، ويخلي الروابط اللي جواها تتكسر. يعني بعد ما بيعملوا شعرهم ليه تبقى حروفها عامله كده ناشفه، حروفها زائد ان هي الشعرايه نفسها بعد حوالي فتره بسيطه كده من الوقت، حوالي 10 ايام، تبدا تلاقي الشعرايه بتتكسر. شعرايه ضعيفه معايا كمان تلاقيها اتكسرت جامد. والشعرايه حتى تلاقي ناس كتيره تقول لك انا كان شعري طويل وتقيل، وانا احنا جالنا كتير حالات تقول لك انا شعري طويل وتقيل وبقى كده. بقى كده تلاقيه حبه قد كده. يعني ده كان طويل، تقول لي بصي صوري كان عامل ازاي. تعالى نشوف فيديوهات كده واحنا بنتكلم عن الموضوع ده. يلا بينا، يلا نشوف كده فيديوهات حلوه. بصي دي الشعر طبعا ده افريقي. بصي كان صابغ يا شيف هاله، كانت صابغه. بصي الطروف كلها مسبوغه والجذور اللي طالعه ما شاء الله. بصي اللون يا شيف هاله مقرنش. ما عملتش اورنج. يا جماعه البروتين والكيراتين والفيلر والسوري الكولاجين اللي موجود، الحاجات دي بتفتح اللون شويه بسيط، لكن ما بتديش على اورنج. بصي برضو الشعر اللي عدى ده كان كيرلي خالص. جميل. بصي كل انواع الشعر يا شيف هاله. شايفين يا جماعه الحروف مش ناشفه، انسيابيه رهيبه. شايفين طري الشعر، طري واللمعه الحلوه اللي فيه، رجعنا له حيويه الشعر تاني اللي كان فقدها بقى باي اسباب إن كانت. يعني ويمكن اللي بسمعه الحمد لله رب العالمين كتير، انا شعري كانه ناعم طبيعي. يعني أيوة. انا حاساه طبيعي علشان طري. عشان طري 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 جدا. بصي الشعر يا شيف هاله. ما شاء الله. بصي الشعر عامل ازاي. وهنا شوفوا الفرق. طيب اللون هنا بقى بني ليه؟ لان هي اصلا شعرها اصلا في صبغه. بيبقى بيجي لنا ناس طبعا عندها عامله شعرها حنة، بنعمل تيست للشعرايه او صبغه او او. عايزه اقول لك كمان، بصي يا شيف هاله دي البنت دي عمري بقى ما هنسى كلمه قالتها لي. قالت لي انا شعري بقى عامل زي الشعر اللي بيجي في التلفزيونات. ايوه. والله العظيم بجد دي البنوته دي ما شاء الله. بصي ما شاء الله. انت متخيله مدى العذاب اللي كانت فيه؟ يعني أنا جالي بسبب نوعيه الشعر. انا جالي ام لبنتين وجعوني من كتر ما كنت بسرحهم. طبعا طول السنين دي كلها. طبعا. عايزه اقول لك حرفيا كان شعرهم بيتسرح بالسشوار. مش بالعادي، الله يكون في عونها، بالسشوار. فبيجي لنا حالات كتيره. بصي الشعر ما شاء الله انسيابي ناعم جدا. طبعا فرق الشعرايه في فرق. وعايزه اقول لك يا شيف هاله سمك الشعرايه بيزيد من الكولاجين. يعني احنا بنرمم. عايزه اقول لك ان مجموعه اورجانيكا هي فرد وترميم وعلاج. فرد وترميم. ترميم وعلاج. يعني مش مجرد ان زي بره مجرد مجرد انا بفرد وبعد كده اصرخ على شعري او ان انا شعري راح. احنا بنفرد ونرمم. طيب ايه كمان انت قلتي لي ايه اللي بيميز؟ بصي الشعر عامل ازاي. الصور دي بجد الشعر ده يعني عايزه اقول لك بصي نوعيه الشعر. احنا جالنا شعور، يعني كل انواع الشعور جات لنا شيف هاله. ما شاء الله. ايه بقى يا شيف هاله اللي بيميز تاني المجموعه؟ انت قلت لي ايه وانا عماله اكلمك فيها؟ الفرق بين البروتين هنا والافتر كير يا شيف هاله. اللي هي مجموعه العنايه بالشعر. كتير من الستات اللي راحوا يفردوا او البنات بعد ما بتفرد شعرها بتبقى تايهه. هي مش عارفه تستخدم ايه لشعرها عشان تحافظ عليه. بالظبط صح. يعني انا واحده ست من الناس اللي ممكن افرد شعري الاقي نفسي ان انا مش عارفه استخدم ايه بعده.
طب انا لو استخدمت كذا هيبوظ، طب مش عارفه ايه. فبدانا اقول لا احنا هنعمل مجموعه افتر كير، هي الشامبو بتاعه وهو ما فيهوش صلفيت وفي كل مكونات البروتين، ويفضل محافظ ليه على البروتين اللي موجود وعلى طراوه الشعرايه والحيويه اللي اكتسبتها. بالظبط. والهير ماسك حمام بيتعمل حمام ماسك كده للشعر، ده تحفه، شهاده حق. ايه رايك؟ شهاده حق، ده تحفه والله العظيم. لا والله حبيبتي يعني فالهير ماسك فيه زبده الشيا، فيه فيتامينز، فيه زيوت طبيعيه عشان اعلي برضو المحتوى المائي. انا بحافظ لك على الشعر يفضل صحي ولامع وناعم وما يقعش، يعني الشعر كمان ما يتصقش، ما يحصلوش. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. السيرم علشان يلمع لك الشعر ويخلي الشعر ويعمل لك كوتنج للشعرايه، بيحافظ لك بقى على الشعر. ناس كتير تقول لك ايه، لا انا مش هستخدم سيرم علشان السيرم طالع عنه ان هو فيه سيليكون. طب ما السيليكون احنا بنحطه في جسمنا، عمليات كتيره بتحط في الجسم وتحط في حاجات كتيره. السيليكون فيه سيليكون طبي، في انواع رديئه وفي انواع كويسه جدا. سيليكون طبي بنسب معينه متفق عليها، بلس ان انت بتحطي ايه بقى يا شيف هاله، بتحطي زيوت طبيعيه. فبتعملي بالانس ما بين السيليكون والزيوت الطبيعيه، فبيحفظ الشعرايه، بيخلي الشعرايه ناعمه عندك. وكتير يقولوا لي يعني السيرم تحفه بجد. انت جربتي؟ لا هي المجموعه كلها روعه. جربتي يعني؟ شفتي حالات عامله ازاي المجموعه يا جماعه؟ يعني كل مره بتستخدمي فيها المجموعه كانك عامله، كانك لسه عامله بروتين بجد. دي شهاده حق يعني قدام ربنا يعني. طيب قبل ما نبتدي بقى فقرتنا، قلتي لي جمله كده انا ما فهمتهاش، قلت لك لا خلينا في الهوا تفهميني انا وكل حبايبنا معناه ايه. قلت لي الليزر الكربوني. ايه ده بقى؟ قلت لي ده في حاجه جديده ومش عارفه الليزر الكربوني. قلت لك لا خلينا اشرح لنا بقى افهم انا كمان. بصي الليزر الكربوني ده جهاز بيكو سكند، المفروض ان هو بيشتغل على الندبات والحفر اللي موجوده مكان الاكني. يعني في ناس بيبقى عندها حبوب والحبوب دي اكتف يعني نشطه قوي وبيبداوا يلعبوا فيها، وانا بنبه يا شيف هاله اللي عنده حبوب يا جماعه ما تلعبوش فيها. اما تلعبي فيها وتفضيها هتعمل لك حفر. يعني قدام شويه ما تبدا تنشف وتروح هتعمل حفر مكانها، هتسيب علامات. بالظبط. ونشوف كده فيديو برده معانا كده. بالظبط. نشوف فيديو كده يا جماعه. بصي ده الليزر، بصي بقى الفرق مبدئيا كده احنا نثبت عليه شويه. عايزه اقول لك يا شيف هاله، شوفي الصوره اللي فوق الفرق في اللون واللون تحت. صح. بس اللون عامل ازاي؟ اللون اختلف تماما، اولا بيفتح في نفس الجلسه. طيب تعالي بقى الناحيه الثانيه، ان كان في عندها حفر كتير في الوش باينه، والحفر بعد كده المسام قفلت. يعني المسام بدات تقفل من اول سيشن. دي اول سيشن على فكره، مش اول سيشن جابت النتيجه دي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وبنبدا نعمل بروتوكول كده للبشره عشان نحافظ على البشره. بروتوكول عنايه، يعني المفروض الطبيعي ان انا مش بس اعمل حاجات دي فتجيب لي النتيجه الحمد لله، ان انا برضو يا شيف هاله زي الشعر احافظ. انا لازم احافظ وابدا بدري احافظ على بشرتي من التجاعيد. عايزه اقول لك ان حاجتين اتنين يا شيف هاله مهمين جدا بيبينوا سن الست، البشره والشعر. طبعا طبعا. بصي عايزه اقول لك ان الليزر الكربوني عباره عن ماسك. الماسك ده بيبقى ماسك فحم، والماسك ده بيتشال بالليزر. فما بيتشال بالليزر بيشيل معاه الطبقات الميته من الجلد اللي هي عامله علامات بقى، اللي هي عامله بقى علامات اذا كان في بيجمنتيشن تصبغات، اذا كان في بعض الـ 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 الوحمات. بيشيل الوشم كمان. حلو. لو انا عامله وشم او حاجه او عامله تاتو بيشيل التاتو الحواجب والوشم اللي بيبقى او التاتو اللي بيبقى لاي انواع البشره، لجاي لاي انواع البشره. عادي يعني البشره الحساسه، البشره اي انواع. احنا بقى البشره الحساسه لما بيجي لنا بنعرف ونقدر نقول لها والله انت هينفعك كذا مش هينفعك كذا. بس اي بشره بيجي لنا بنعرف ايه، فنقول لها لا انت بشرتك حساسه يبقى كذا. بالظبط. وبناكد تاني على معلومه قلتيها في وسط الكلام كده، ان النتيجه بتبان من اول جلسه. دي الفرق بيبان من اول اهو، يعني باينه هي يا جماعه دي اول جلسه باينه قوي. بصي من اللون اختلف، الندبات كمان اختلفت جدا. عايزه اقول لك ان البشره اتحسنت جامد. لا والبشره كمان هتلاقيها شدت. يعني البشره يعني حتى لو فيها ترهلات كمان بتشدها، بيعمل شد للبشره، بيحسن الندبات اللي موجوده والاكني سكار اللي موجود. المسام الواسعه شيف هاله، ناس كتير عندها مسام واسعه. مثلا من كتر الميك اب، من كتر التعرض، بنام بالميك اب كتير، فبيتعرض للاتربه والحاجات دي كلها بدون حمايه لبشرتي، او استخدام منتجات مش مناسبه للبشره فبلاقي مسام البشره، او وصفات مش مناسبه لبشرتي، حاجات كتيره قوي. والوصفات اللي كترت قوي على السوشيال ميديا، يا خبر ابيض، هاتي من المطبخ وحطي.
طب ناخد مياد على التليفون. مياد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا شيخ خالد؟ الحمد لله منورانا وكل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه. والله انا مش عايزه اقول لك، بحب اطلالتك جدا في التلفزيون، بشوشه قوي. ربنا يخليكي. شخصيه مريحه جدا وبشوشه، يعني انا بحب اطلالتك جدا على دماغي. على دماغي يا حبيبتي. ودكتور نجلاء برضه سرحان، يعني حد كده دي حبيبتي وصديقتي والله. الاحترام جدا، يعني معاملتها جداً. والله بجد يعني ادميه فوق الوصف والله بجد يعني. والله جدا يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم وعلى كل حبايبكم يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليكي. قولي لي طيب يا ميادة، اللي بتسالي عن حاجه؟ لا خالص، انا بس والله حابه اشكر الدكتوره نجلاء سرحان، انا جربت بنفسي مجموعه البروتين. ايوه. مش انا لوحدي، انا وبنوتي. بنوتي عندها 13 سنه ما شاء الله، ربنا يخليكي. اللهم امين يا رب حبيبتي. وجربت مجموعه البروتين انا وبنوتي. انا مش عايزه اقول لك ان البنت والله لما بتروح المدرسه نفسيا الموضوع فرق معاها جدا. طبعا. امال ايه؟ يعني الشعريتين دول عاملين شغل معاها جدا. اذا كنا احنا الكبار بيفرق معانا. طبعا. وبنفرح بنفسنا جدا، ما بالك بقى بنوتك. ربنا يحفظها. وهي كانت في الاول متخوفه. انا بقالي دلوقتي بتاع حوالي 3 اسابيع. في الاول بنوتي خايفه، يا مامي شعري هيقع ومش عارفه ايه، لان انا عملت البروتين لنفسي وكان شعري بيحصل فيه تساقط. فهي البنت كانت خايفه انه يحصل معاها نفس الموضوع. انا كنت عاملاه قبل كده بره، يعني بره مش مع دكتور نجلاء. لكن اللي حصل لما عملته مع دكتور نجلاء، لا بصراحه انا ما فيش مره بستعمل فيها الفرشه وبلاقي شعرايا في الفرشه. طب الحمد لله، الحمد لله. دي ده الكلام ده ليا والبنوتي يعني. ما شاء الله، ربنا يخليكم. وبرده رحت عند دكتور نجلاء في السيتي سنتر وعملت بصراحه جلسه تنظيف. انا مش عايزه اقول لك، انا كنت روعه روعه جدا. كنت حاسه في عينين زوجي بقى اللي هو عايز يقول لي حاجه. ده انت حلويتي. انت حلويتي. عايز يقول لي ان في حاجه مختلفه بس مش عارف يجيبها يعني. لازم يقول. قولي له بصي، قولي له شيفا قلت لك لازم تقول كلمه حلوه. خلاص انا صراحه عجبتني ساعتها النظره دي، قلت لا خلاص انا كده استفدت بالنظره اللي هروح على طول. عيني قالت. انا مش فارضه هكرره على طول طالما بيجيب معانا من الاخر. ان شاء الله يا حبيبتي. نورتينا نورتينا يا حبيبتي جدا يا شيخاله. وبشكر ربنا يخليكي. اشكرك. طيب ناخد نهى. يا نهى اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نهى؟ ازيك يا شيخ هاله، عامله ايه؟ بخير يا حبيبتي والله، فضل ونعمه الحمد لله. ازاي حضرتك يا دكتور نجلاء؟ ازيك حبيبتي، الحمد لله تمام. الحمد لله. انا عايزه اقول لكم، انا استخدمت مع دكتور نجلاء استخدمت مجموعه التساقط، بصراحه هايله. طيب الحمد لله. النتيجه يعني كده يا نهى ابتدت، يعني بعد قد ايه كده ابتديتي تحسي بفرق؟ انا طلع عندي بيبي هير بعد حوالي 3 اسابيع لشهر. طلع عندي بيبي هير. حلو حلو جدا بصراحه. المجموعه هايله جدا جدا. الشامبو بتاعها بتحسي بملمس غير الشامبو العادي اللي هي اللي هو فيه كيميكال والحاجات دي. الشامبو لا، ملمس طبيعي مختلف. يعني مش بينشف الشعر خالص خالص. الاويل بتاعها تحفه. حلو جدا. حلو جدا، حلو قوي. مبروك عليكي يا حبيبه قلبي، نورتينا يا نهى، نورتينا حبيبتي. طيب بالنسبه بقى للمنتجات اللي عايزه اقول لك ان بتقول من شهر بتقلي بيبي هير. انا دايما بقول من 3 شهور ست شهور. طب حد جه قال لي بعد 3 اسابيع، حد قال لي بعد شهر، حسب مشكلته. في مشاكل يا شيف هاله المجموعه بتشتغل عليها. فممكن فانا تاخد لو مشكلتي كبيره تاخد وقت شويه. تاخد وقت شويه. مشكلتي بس في ان في تساقط بسيط، هتلاقي الشعر برضو في تساقط شديد، ياخد وقت شويه معايا وهكذا. يعني على حسب المشكله او على حسب الاسباب. احنا صراحه مع الناس قوي، انا دايما بقول لهم حتى ما بيقول لي احنا قلنا ايه، يقول لي قلنا من 3 شهور. يعني حتى اورجانيك في التصاريح بتاعتك. ايوه طبعا. اورجانيك في المعلومات برضه. اي حاجه شكلها تخص بشره شعر انا بوظتها فتره طويله قوي. مش معقوله ان انا هاجي يوم ليله انا احط سحر. هو مفيش حاجه سحر يا شيفالا خالص، غير اذا كنت بقى بتعملي بوتوكس او فيلر. طيب تعالي تعالي بقى بسرعه كده قبل ما نختم، ناخد ريفيوهات لحبايبنا. ننزل بالريفيوهات يا جماعه، وبعد كده كل اللي عايز يعرف الصفحه هننزلها لكم دلوقتي. هننزل لكم الصفحه دلوقتي. دي شويه ريفيوهات كده اهي معانا من اورجانيكا جروب. وشوفوا بقى الكلام، وشوفوا وشوفوا فرحه حبايبنا اللي استخدموا المنتجات، ما شاء الله عليهم. واحنا بنشوف ودي بتتكلم على المناديل النسائيه. المناديل النسائيه عايزه اقول لك يا شيف هاله تحفه. من تفتيح، نضاره، بكتيريا، فطريات، هايله جدا. عايزه اقول لك كمان مجموعه البشره، انا شفت ناس كانت جايبه مجموعه البشره في الريفيو. مجموعه البشره هايله جدا. غسول طبي
بستخدم كمان معاه اي كونتور للهالات اللي تحت العين، استخدم كمان ايبا مند مجموع الكريم التجاعيد نفسه. وده مهم يا شيف هلا ابدا من بدري. ابدا ناس بتسالي اول ما ابتدي احس بالظبط اي حاجه ظهرت مش احس واحس ليه يعني ابدا اغذي البشره ليه احس ليه يا شيف اول ما ابدا الاقي فعلا بشرتي. وبعدين البشره في الشتاء لازم احافظ عليها. دي الصفحه يا جماعه صفحه اورجانيكا جروب على الفيسبوك شهاده الايزو، وبناكد تاني ان كل المنتجات مصرحه من وزاره الصحه وحاصله على شهاده الايزو 9001. المنتجات النسائيه بناكد تاني ان هي تفتيح بتفتح البشره، بتزيل الروائح الكريهه، بتعمل على نضاره البشره وشد الجلد كمان. لان فيها مواد كلها طبيعيه بتغذي. فمجرد ان انا اغذي الجلد بيشد عندي. طيب في فيتامين زي اي طبعا في المناديل. في عندي كمان ينفع نجرب يلا بسرعه يعني. يلا بسرعه بسرعه يلا. نجرب واحده عندنا دقيقه كده. دي المناديل النسائيه دي يا جماعه، المنتجات دي نقول ايه العنايه الشخصيه. نقدر نقول عليها كده يا دكتور العنايه الشخصيه. ايوه بالظبط تمام. بصوا ده الوايبس. بصي انا دايما بعملها كده عشان اوري الناس. هي في عشان الناس ما بتبقاش. بصوا كميه السائل الكريمي. السوليوشن ده بقى شوف هنا السائل ده ما شاء الله. الابيض ده كله بقى فيتامينز. كله مواد طبيعيه. بصي بيدي نضاره على طول، تحس ان انت بشرتك فيها نضاره على طول. المنديل ده طبعا بيستخدم كل يوم بالليل او لو انا خارجه او حاجه لاي مناطق في الجسم، لاي مناطق ممكن تحت الإبط او المناطق الحساسه. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على مجموعه البروتين، واتكلمنا على مجموعه التساقط ومجموعه البشره، وكمان المنتجات كريم التجاعيد دي شوف هيلا. وكريم التجاعيد ده مهم جدا جدا يا جماعه بجد. وما تنسوش العروض اللي قلت لنا عليها النهارده رجلاء. العروض دي مهمه جدا، 50% خصم على اي مجموعه، 50 اول 50 متصل هياخدوا جلسه السيشن مجانا للبشره. جلسه البشره مجانا. تنظيف عميق هيدروفيشال H2O2. تمام اشكرك يا حبيبه قلبي نورتيني اشكرك. دلوقتي بقى اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا للفقره المهمه جدا اللي كلنا بنقعد نستناها، ويمكن انا اولكم كمان. دايما بيبقى معانا في الفقره ضيفنا الكريم اللي دايما بيكلمنا عن صحتنا وبيكلمنا عن منتج مهم جدا جدا المفروض على الاقل الفتره دي ما يتقطعش من اي بيت. ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك منورنا. ميرسي. اهلا ميرسي. الفقرات اللي فاتت كانت غنيه كلها بالمعلومات عن الكولوسيز. وناس كتير حتى على صفحتي وعلى رسائل بتسال الكولوسيز، طب قولوا لنا تاني مكوناته ايه، طب ناس ما شافتش الفقرات. ودايما بيبقى معانا الحمد لله بفضل الله كل حلقه ناس جديده بتنضم لي. يا رب الحمد يا رب. لله مرسي. فعايزين النهارده نبتدي الكلام الاول، ايه هو الكولوسيز؟ طيب الكولوسيز دايما قبل ما اقول كل حاجه بص لاسمها نفسه للاسم نفسه. هنلاحظ ان الكولوسيز هو CLO اللي هو كود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت. وكلمه سيز اللي هو مصدر بحري. يبقى زيت كبد الحوت اكيد ده بيجاب من مصدر بحري. طيب اشمعنى زيت كبد الحوت؟ ليه ما يبقاش زيت سمك عادي؟ لان زيت كبد الحوت بيتكون من ثلاث حاجات مهمين جدا وبيكملوا بعض الثلاثه. الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. دي مكوناته يا دكتور. دي مكوناته. تمام. والحاجه اللي تميز كمان زيت كبد الحوت، زيت السمك بيتنوع، ممكن يتجاب من اي نوع سمك، سلمون، تونه، اي حاجه، اي ماكريل، اي نوع سمك. لكن زيت كبد الحوت هو نوع سمك واحد فقط لا غير، وبيكون مصدره واحد فقط لا غير اللي هو مصدر نيوزيلندي. طب ايه اللي هيفرق معايا؟ لا يفرق كتير. يفرق اول حاجه اني انا هنا في مصر كولوسيز زي في الدول الاوروبيه زي في امريكا، كلنا واحد، مصدرنا واحد. يبقى ما حدش هيقدر يقول اني انا مصدري او الماده الخام بتاعتي احسن من ده او انا احسن من ده. لا كلنا مصدرنا واحد وكلنا من سورس واحد في نيوزيلندا. فده بيدي ثقه اكتر في المنتج. مظبوط. صح كده؟ لما يكون مصدر واحد على جميع دول العالم كلها. المصدر واحد يعني في البلاد الفلانيه هنا 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 المصدر
واحد اختلاف الاسم التجاري اللي هو كلمة كلوسيز. تمام بمعنى صح. طيب ده الكلوسيز عرفنا بيتكون من ايه. تمام. وعرفنا ان مصدره واحد وده بيدينا ثقة اكتر في المنتج. مظبوط. حلو كده. طيب ايه رأيك النهاردة نخصص الفقرة بتاعتنا عن مكون واحد من الثلاث مكونات؟ يعني حضرتك قلت لنا دلوقتي ان الكلوسيز بيتكون من الأوميجا 3، فيتامين ألف، فيتامين دال. ده كل واحد فيهم يا دكتور عايز أعداد، عايز صولات وجولات بجد يعني. أكيد أكيد. طيب إيه رأي حضرتك النهاردة نخصص فقرتنا للأوميجا 3 وأهميتها يا جماعة، ونعرف مهمة في إيه وبتعمل إيه. نتكلم عن الأوميجا 3 النهاردة. نتكلم عن الأوميجا 3. يلا. والأوميجا 3 فعلا يعني من الحاجات اللي هي مهمة جدا جدا للعالم كله اللي حوالينا، وبالذات الدول المتقدمة، وعارفين قيمتها قوي قوي. بس احنا ممكن احنا بدأت قيمتها بنعرفها احنا مؤخرا في الفترة اللي فاتت دي من اهميتها. نتيجة رقم واحد لما تيجي نقول الأوميجا 3 هتقولي لي ليه؟ ايه اللي جاب النشاط والحيوية للأوميجا 3 الموجودة في الكلوسيز؟ بالزبط. طيب لما نيجي نقول مدام هالة بتحضر لنا أكلة جميلة جدا عشان تمدنا بالطاقة بتاعتنا نقدر نقوم بها في بقية يومنا. تمام. طيب الأكلة بتاعت مدام هالة بتتحول لجلوكوز، الجلوكوز ده بيديني 36 ATP. طيب الأوميجا 3 لما أجي أخدها أنا بساعد مدام هالة كتير جدا جدا في أكلتها الجميلة، إنها بتقدر تديني 146 ATP اللي هو جزيء الطاقة. يعني بقدر أخد 4 أضعاف الطاقة بتاعتي. زي الجلوكوز ما بيديني 36 انا باخد 146 بس في الاوميجا 3 في وجود الاوميجا 3 في الجسم في الكلوسيز. مظبوط. طيب هتفيدني في ايه؟ يعني ايه اللي هيستفاد منه؟ طب ما ناكل احسن. طب خليك اصبر سنه شويه معايا. لما تيجي تاكل، طيب انت عايز تاكل عشان تاخد 4 أضعاف القوه. طيب بالزبط. يبقى بالتالي هتعرض لحاجتين يؤذوني جدا. اول حاجه الناس كلها السمنه المفرطه. بقدر ازيد في الوزن، وبالذات انا داخل على شتاء اوريدي احنا بناكل لوحدنا جاهزين. حاله الجوع اللي بتشتغل مع السقعه عشان بنحرق، عايزين نحرق، فهو مش لاقي حاجه فبيضطر يقعد ياكل. طيب لما نيجي نقول له ان الاوميجا 3 موجوده في الكلوسيز، لا الكلوسيز يقدر يديك 4 أضعاف القوه من غير ما تقدر تاكل زياده. يبقى ساعتها انا دفيت نفسي وحميت نفسي من السمنه المفرطه او السمنه الموضعيه. يعني اجزاء في جسمي بس اللي بتشوه جسمي اللي هي ممكن تبقى حجمها أكبر من حجم جسم التاني الطبيعي. صحيح. طب دي رقم واحد. رقم اتنين المرضى الضغط والسكر والقلب. نيجي نلاحظ أن مريض السكر يا على الدكتور البطنة وهو بينبه عليه 1000 مرة التزم بالوجبات اللي أنا محددها لك، فطار غدا عشاء، وهو مش قادر. طب التزم بإيه؟ التزم بحاجة الدهاني وأنا أوريدي جعان، اوريدي مش عاوز ابذل طاقه، مش قادر اروح اعمل شغلي، مش قادر اروح الحمام او ارجع، حاجات كتير جدا اي شخص طبيعي عايز يعملها. طب تخيلي بقى ان الكلوسيز بيقدر يساعد مريض السكر ان هو يقول له لا انا هديك 4 أضعاف الطاقه من غير ما ازي لك مستويات السكر في الدم. ده رقم واحد. رقم اتنين من غير ما اعلي لك نسبه الدهون الضاره. تخيلي الكوليسترول والترايجلسرايد الدهون الثلاثيه يعني بتقدر تعلى عندنا نتيجه الاكل الزياده. ما هو كل ما اكل زياده كل ما هيبقى فيه زيوت، كل ما هيبقى فيه زيوت مهدرجه، تراكم دهون في الجسم. زي ما حضرتك قلت سمنه زياده في الجسم. سمنه زياده. صحيح. كل الكلام ده تخيلي ان الاوميجا 3 بتديني نشاط وحيويه وطاقه. ده رقم واحد. رقم اتنين بتخلصني من الدهون الضاره في الجسم. لو جينا قعدنا مع بعض شويه كده وفكرنا فعد علينا اسبوع واحد بس، كم واحد سمعنا عنه ان هو كان واقف عادي وماشي عادي جدا طبيعي وفجأة وقع من طوله وبقى راح يعملوا له قسطرة، لقوا فيه مثلا جلطة في المخ او جلطة في القلب. طب ليه ندور على اسباب الجلطة؟ نلاقي اصل فيه ثرومبس او معنى صح حاجة سدت الوعاء الدموي ده المغذي لعضلة القلب او المغذي لمنطقة المخ. هو دي جايه منين؟ ما جايه من الدهون الضاره بتاعتنا. صحيح. كوليسترول وترايجلسرايد. طيب انا لما اعود في حياتي ان الكلوسيز يبقى مبدا في حياتي ان يتاخد كبسولتين الصبح على الريق قبل ما اتحرك، يبقى انا امنت من نفسي من ايه؟ لو جينا حسبناها مع بعض كده حضرتك هنلاحظ ان لو ما حصلناش اي حاجه ان الوفاه في حياتنا ده امر طبيعي، كل انسان فاني. طب لما بيحصل ما فيش اي سبب من اسباب الوفاه بيموت، معلش عذرا، انسان من ايه او بيتوفى من ايه؟ من تصلب الشرايين. ان الشرايين بتقفل. طيب انا لما اخر حاجه زي كده وابدا اعمل سيوله في الدم عندي، الاوميجا 3 بتقدر تعمل عن طريق الكلوسيز يقدر يديني الحاجه زي كده، يقدر يامنني الامان ده. هو طبعا حاجه مش هنهرب منها بس باخر اي مشاكل تحصل لي
الناس دلوقتي بنوصل ل 80 و85 سنه. نقولها بطريقه تانية يا دكتور، انا باخد بالاسباب. مظبوط. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. مظبوط. فمعنى كده مش معنى ان زي ما الدكتور بيقول ان طبعا ده الموت مكتوب علينا كلنا. مظبوط. لا، احنا بناخد بالاسباب زي ما الدكتور بيقول، او بمعنى صح نقول ايه، ولا ترموا بايديكم في التهلكه. وغير كده ولا كده، عايز اقول لحضرتك انا ايه اللي يخليني ابقى عمري فوق 50 سنه او حاجه و40 سنه وفجأة ان انا عندي قصور في شرايين القلب، عندي في مشكله. وبقى كتير جدا في وسط الشباب دلوقتي يا دكتور. كم واحد سمعنا ان احنا عايزين نعمل قسطره والكلام ده. نرجع كده لورا، او من دلوقتي ابدا ونبدا ناخد الكولوسيس بتاعنا، نبدا ندوب كل الدهون الضاره والدهون الثلاثيه اللي عندنا المليانه في الوعاء الدموي بتاعنا. انت كسبان وكسبان كتير قوي في النقطه دي ان شاء الله. يبقى حلو قوي. يبقى احنا عندنا الكولوسيز اول حاجه هو مكمل غذائي. يعني ايه مكمل غذائي؟ يعني هو منتج مكون من مجموعه فيتامينات مهمه جدا للجسم، والدكتور شرح لنا وقال لنا هو الاوميجا 3 وفيتامين ا وفيتامين د. النهارده بنتكلم على الاوميجا 3 واهميتها للجسم. ويا دكتور انت نورتنا في نقط كتير جدا مهمه جدا، مش لكبار السن بس. يعني دلوقتي ده بقى فعلا موجود بين الشباب كمان. انا عايز يعني الاطفال والاطفال. ده انا اشوف حضرتك برجع لورا ازاي لما اقول ان الطفل ياخد كبسوله واحده في اليوم سواء كان عارف يبلعها او ما يبلعهاش، بفضها له على اي حاجه بيحبها. فانا ببني ابني من دلوقتي برضو، حتى لو كنت من اول كام سنه مثلا. من اول سنه، من اول سنه. عمر سنة واحدة. أنا ممكن أفضي مثلا كبسولة على علبة زبادي، عصير، كوباية زبادي، كوباية لبن، أي حاجة بيحبها الطفل أقدر أديها. جميلة جدا جدا. ويبقى ترند في حياتنا. أنا عايز يبقى زي ما أنت بتحاولي توفري كل الوجبات الغذائية الممكنة تقدر تدخل بيتنا، تكون الوجبة متكاملة مش ناقصة أي عنصر غذائي. مظبوط. زي ما بقول في كبسولة واحدة. أنا عايز أقول لك حاجة، تعرف إن في دراسة جميلة قوي اتعملت مع مجموعة من الباحثين كده في جامعة لوفن في بلجيكا، لقوا ان الاوميجا 3 اللي في الكولوسيز لقوها بتعمل حاجه جميله قوي. لو في خليه هتتجن وهتبقى خليه سرطانيه والعياذ بالله، تخيلي انها بتدخل على الخليه اللي هيقرب تتجن في بدايتها وبتعمل تسميم للخليه دي وبتاكسدها وبتخلصها بره الجسم. يبقى شفتي فايدته من ازاي؟ حمايه ليا ان انا لو حتى لو في على مدى البعيد كده والله ده انا ليا قريب مش عارف ايه اللي حصل، والدي، والدتي، جدي، الكلام ده كله. تخيل ان انت لما بتحمي نفسك. لا انا بقول كبسوله الكولوسيز المكمل الغذائي مهم جدا اللي اروح الصيدليه واجيبه. بمعنى صح، هل يا دكتور محتاج ان انا اروح لدكتور ويكتبه لي في روشته؟ لا، انا بقول لك مكمل غذائي، ما قلتلكش دواء. فبالتالي هيفيد اي شخص، اي واحد صاحب مرض مزمن او اذا كان ضغط سكر قلب ده هيفيدهم جدا كمان، او حساسيه صدر. لا يتعارض مع الامراض المزمنه نهائي. ولا يتعارض مع الادويه بتاعه الامراض نهائي المزمنه خالص. وبل ان الدكاتره كلهم يوافقوني على الموضوع ده. بل ان هم كم يتمنوا ان المريض بتاعهم يبدا ياخد حاجه زي كده على اساس ان هو هيريح الدكتور المعالج في تحسين مستويات السكر في الدم، في تحسين ضغط الدم ذات نفسه عند المريض او المريض المرض مزمن، او اذا كان شخص عادي ما فيهوش اي مرض. بس العيله فيها تاريخ وراثي. ممكن العيله تكون زي ما حضرتك قلت. مزبوط. الاب، الجد، الام. ايه اللي يخليني انتظر بقى اقول ده انا امتى هصحى الصبح من النوم وهلاقي سكري عالي؟ امتى هصحى الصبح من النوم هيبقى عندي صداع وافسره الاقي ضغطي عالي؟ حاجات كتير جدا انا في غنى عنها. دي الوقايه اللي احنا بنتكلم فيها. مظبوط. دي نقطة. عملت اللي عليا. مظبوط يا مدام هلا. مظبوط. يبقى كل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي يا جماعه اهميه الاوميجا 3 اللي هي مكون اساسي من مكونات الكولوسيز. الدكتور اشار لنقطه مهمه جدا، انا ممكن كمان اخد الكولوسيز كوقايه زي ما قال لنا ان لو في تاريخ مرضي في العيله طبعا، وانا قلقان بقى وخايف وابويا كان عنده كذا يبقى انا كمان لازم. مظبوط. حد حتى بعيد في العيله عنده كذا، فممكن يبقى انا المعرض للنقطه زي دي او كثير العرضه للنقطه زي دي. خلاص اوكي، انا بالنسبه لي يبقى الكبسولتين هاخدهم قبل افطار عيد. ده غير ان انا عايز اقول حاجه برضو للمشاهدين، عايز اقول ان الكولوسيز يا جماعه من شركة AMD برضو، النقطة دي أنا احترمتها جدا فيها. إن هي لما جات قالت لا، إحنا ما بنبيعش منتج أونلاين،
مع انه بقاله 15 سنه في الصيدليات، موجود في الصيدليات، لكن قالت الصيدليه ثم الصيدليه ثم الصيدليه. مش معنى الكلام ده كله، انا كطبيب احترمتها. ليه؟ اول حاجه لما الاقي ان الصيدليه امن لادويتي اللي باخدها المزمنه، وبلاقي الكلوسيز المكمل الغذائي اللي انا بقدر اقول اروح اجيبه من غير استشاره الطبيب، او بمعنى صح من غير بريسكريبشن الطبيب، فما فيش مشكله خالص. يبقى انا حافظه في مكان 24 درجه مئويه، فعاليه الدواء اندر كونستراكشن تحت رعايه وزاره الصحه او الرقابه الدوائيه، يبقى انا مطمن جدا جدا، وتحت التسعيره الجبريه، يبقى حتى سعره ما حدش يقدر يلعب فيه، حدش يقدر يزود او يقلل فيه. لا، يبقى حضرتك كده احنا بنختم فقرتنا باهم معلومه برضو عن الكلوسيز، ان هو موجود في جميع الصيدليات يا جماعه، تخزين امن وسعر ثابت زي ما دكتور مصطفى حامد قال لنا، ما حدش يقدر يلعب في السعر خالص نهائي. والتخزين طبعا دول اطباء هم عارفين بيخزنوا الكلوسيز ازاي، نقدر ناخده من اي صيدليه بمنتهى الامان. شكرا يا دكتور، نورتني. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقة كلها من أولها لأخرها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في وصفات أحلى وأحلى. ومن النهاردة لبكرة هسيبكم في رعاية الله.